كوبين من بسكوت الشوكولاتة المطحون، ربع كوب زبدة سائلة. للحشو بنحتاج كوب من الجبنة الكريمية على جو الغرفة، كوبين من الكريمة المخفوقة، ربع كوب سكر ناعم. يعني عليك، أحسنت. سلطتك جاهزة. طيب بنتابع هسه، ملعقة صغيرة فانيليا طبعا، ملعقة صغيرة من قشور البرتقال، ملعقة صغيرة من عصير الليمون. وللوجه والزينة نحتاج لكوبين من الفراولة الطازجة المفرومة، ربع كوب سكر ناعم. هاي الوصفة راح تكون من وصفات كتابي الجديد إن شاء الله. صحيح، برعاية الدادا جروب. خاتم النسخة. ابشر أنت أخوي، أنت من جماعتنا. على رأسي. هون بنضيف، أنا بستخدم هون بسكوت الشوكولاتة، بنضيف عليه الزبدة وبنخلطه حتى يتماسك 100%. وطبعا لازم يكون في عندي انا كاسات، هاي الكاسات طبعا اهم شيء تكون شفافه حتى تعطينا جماليه وإشي مرتب. الان بعد ما عملنا القاعده من البسكوت الشوكولاته مع طبعا الزبده، راح اخذ قشور البرتقال واضيفها في بوله، وكمان في عندي قشور الليمون بهالشكل حتى احنا ناخذها كلها وحتى تعطينا نكهة طيبة. وفيش مانع عندنا كمان إذا أخذنا لنا عصرة ليمون صغيرة، راح تعطينا هيك طعم طيب جدا على الشيز كيك. طيب إذا الآن أول شيء بدي أجيب الجبنة الكريمية، ومن ثم بدي أخذ السكر البودرة وأضيفها على الجبنة الكريمية وأبدأ أخلط فيها. ونعمها. أهم شيء تكون على جو الغرفة. أنا عندي هون حبايبنا عندي كريمة طازجة، طبعا ضربها بالخلاط وعملها ويب كريم. راح أبدأ أضيف الويب كريم وأخلط حتى كلها تتجانس مع بعض. تمام. احنا هون اضفنا الفراولة المفرومة فرم ناعم ومخلوطة مع السكر، مش زي شيز كيك العادي اللي بنضيف له احنا المربى او بنضيف له الباي فيلينج. احنا هون اضفنا الفراولة الطازجة على شيز كيك